هي ساحة تتحدى النسيان وتتوق لأن تستعيد أمجادها وتاريخها الشامخ، ساحة أساراك بيتارودانت، التحفة التي بدأت تفقد بريقها رويدا رويدا مع مرور الوقت. أصبح مطلب إعادة تهيئتها وهيكلتها ملحا باعتبارها منطقة جذب سياحية بامتياز حسب متتبعين للشأن المحلي بالمدينة. الساحة التاريخية المهمة في تاريخ المغرب، وتارودانت هي من أعرق مدن المغرب على الإطلاق. هذه الساحة كانت الدور ديالها عسكري بالدرجة الأولى، كانت من هنا كتخرج الجيوش، دخل عقبة من نافع إلى مدينة تارودانت، ومن هنا توجهت الجيوش فهمتيني لإسبانيا. هذا الموقع هو موقع تاريخي، كانت تتوجه منه كذلك الجيوش لإخراج البرتغال من مدينة أكادير. موقع والمرفأ التاريخي اللي هو مدينة أكادير لما دخلوها البرتغال أخرجهم محمد الشيخ السعدي من مدينة تارودانت، ومن هنا وجه واحد العدد ديال الجيوش ديالو ومن هنا خرجوا للقضاء على البرتغال. هذا الموقع هذا هو موقع تاريخي بالدرجة الأولى، ولكن عنده كذلك واحد الدور اللي هو رمزي. من بعده لعبوا في الفرجة، يعني في الحلاقي، في واحد العداد ديال الامور اللي كتخص الحياه الاجتماعيه. فساحه اساراك هي بالدرجه الاولى بحالها، بحال ساحه جمال فنا، بحال ساحه الهديم، بحال بوجلود فاس الى غير ذلك. ايام قبل كانت هي ساحه، هذه الساحه كانت فيها دار الدباغ وكانوا فيها مآثر تاريخيه. ملي تحيدت دار الدباغ ولات ساحه كبيره، هي كانت ساحه فعلا، واني كانت ساحه صغيره ملي كان فيها دار الدباغ. وهذا 68 تحيدت دار الدباغ ولات ساحه كبيره، كانت فيها لابلاص ديال التاكسيات وهذا وهذا، واني حيدوا داك الشيء وبقات ساحه عريانه. حنا تنتمناو تكون بحال ساحه جامع الفنا، ما يكون فيها التروطوارات، ما يكون فيها هذا الشيء، تكون ساحه بلا مقاده، لأن هاد الساحة هادي هي الرمز ديال البلاد. اللي جا دخل المدينة راه تيدخل تيسول على هذا، هو القلب النابض ديال المدينة، هو ساحة أساراك، وتنتمناو باش يرجع عليه الاعتبار. ذكريات ومحطات بارزة لساحة أساراك جعلت مختلف الفاعلين ليس بالمدينة فقط وإنما على صعيد جهة سوسي ماسة يطالبون بوضع تصور جاد لتأهيلها والتسريع في ذلك لتليق بساكنتها وبسياحها المغاربة والأجانب. بالنسبة للساحة ديال أساراك هو راه هي من ضمن المواقع اللي أول يعني نقدر نقول لك كيجي لها السائح، خصوصا لي كروازير، يعني دوك لي بيس اللي كيعودوا يوميا أول بلاصة تقريبا اللي كيبداو بها إلا وهي أساراك، وهي باش يقدر نقول لك كيختموا، هي فاش كيقدروا ياخذوا يعني يجلسوا يعني في هذه المقاهي هنايا، يعني كيحاولوا ما أمكن يشوفوا لو فغي ماروك، تيشوفوا تارودانت تقريبا. كي قلت لك ساحة أساراك ولا مجموعة من المواقع كيخصها وكنعاود نأكدها، خص واحد التهيئه تكون شامله وتكون سريعه، يعني ما طال الانتظار، ما بغيناش نتسناو، خص واحد الشونتي تارودانت بغيناها تكون ورش، يعني على جميع الاصعده، الطرقات، الاناره، كل شيء اللي كيهم باش نقدروا حتى المستثمر اللي بغى يستثمر فيها سياحيا لان عندها واحد الصبغه سياحيه تارودانت يقدر يزعم. وفي انتظار تحقيق تطلعات السكان تبقى ساحة أساراك شاهدة على عراقة تارودانت وجماليتها وثرائها الثقافي والمعماري والسياحي الذي يرسم هويتها الحقيقية ويبرز خصوصياتها الفريدة على الصعيد الوطني.